النهاردة عندنا فقرة بنتكلم فيها إزاي نعلم ولادنا التحدي ومواجهة الصعوبات الحياة، لأن الحياة مهما كانت مش هتمشي بالسلاسة اللي احنا بنرجوها لأولادنا، فلازم يعرفوا يبقى عندهم القدرة على الإصرار، على التحدي، على مواجهة الصعاب، إن ما يبقاش في عندهم إنهزامية، إن هم فعلا يقدروا يتعاملوا مع آليات الحياة المختلفة اللي ممكن تبقى فيها صعوبات كتيرة قوي، بس يعملوها بثبات انفعالي، وإن هم يقدروا يستفيدوا ممكن من الأخطاء أو المحاولات الغير ناجحة في حياتهم ويحولوها لنجاح بإذن الله. أيضا عندنا فقرة عن التغذية في سن الشباب أو سن المراهقة، إزاي يكون فعلا تغذية مناسبة لهذه المرحلة من النمو في حياة شبابنا، وإزاي نقدر نتعلم معاهم آليات هذه المرحلة من سواء الجسمانية أو النفسية، وتكون تغذية سليمة حتى تمر هذه المرحلة بسلام. أعزائي المشاهدين، بدعوكم للتواصل معنا بطرق التواصل المختلفة، سواء على صفحتنا على الفيسبوك أو من خلال الإيميل الخاص ببرنامج زينة @egyptradio.tv. فاصل ونبتدي معاكم حلقتنا النهاردة وزينة. التحدي، الإصرار، المواظبة على إن احنا نشوف مفردات وآليات حياتنا بنجاح ونبقى عندنا ساعة صدر، ده اللي نحاول ننقله لأولادنا عشان يقدروا يمشوا بمركب الحياة بسلام، لأن الدنيا لا تخلو من الصعوبات اللي مفروض يبقى أولادنا متسلحين بكيفية مواجهتها. ده اللي هحاول أعرفه مع ضيفتي الكريمة في هذه الفقرة، أستاذة مروة لطفي، الكاتبة الصحفية ومدير تحرير مجلة حواء. أهلا بيكي منورانا. اهلا بحضرتك، وده نورك ونور المشاهدين. ربنا يخليك يا رب. دلوقتي ولادنا احنا بنحاول بقدر الامكان ان احنا نوفر لهم على قد مقدرتنا حاجات كتير تذلل لهم العقبات في حياتهم، يعني وما نحسسهمش بحاجه. حضرتك شايفه ان احنا مفروض ولادنا نشركهم معانا في بما نمر بيه من صعوبات عشان يتعلموا مواجهه هذه الصعوبات، ولا مفروض ان احنا نبعدها عنهم؟ لا طبعا، اكبر خطأ ممكن اعمله كأم ان انا اوفر لاولادي كل حاجه، وبالتالي ما خليهمش يتعلموا ازاي يواجهوا مشاكل وصعوبات الحياه. من المفترض ان انا حتى لو بوفر لهم ده لازم اشركهم معايا، اشركهم معايا مش ان انا اعيشهم في حاله من القلق والتوتر، لكن في ان انا احسسهم بنوع من المسؤوليه من صغرهم، ازاي هما يبقوا عضو فاعل في الاسره. لو انا ابني من هو طفل صغير لسه في مرحله الطفوله المبكره حاسس بنفسه انه بيقوم بدور وعضو فاعل في الاسره، ولما بتحصل اي مشكله حتى ولو كانت، عارفه بنبدا بالمشاكل الصغيره، شوفي حاجه باظت في البيت انه بيقف وبيساعد، طب امسك لي حاجه باظت في الكهرباء مثلا، امسك لي، اقف كده راقب من بعيد، خد بالك احسن حد يجي جنب السلك ده، امسك لي الحاجه ديت، امسك لي دوت وانا بصلح. شوفي ممكن تكون حاجه بسيطه، انما بعلمه من هو صغير ازاي يتحدى وازاي يعرف ان هو بيشارك وليه دور. لكن ان انا ابعده كده من كل حاجه، واي مشكله تحصل من ابسط حاجه لاكبر حاجه، اصل انا عايزه اوفر له حياه كويسه وسليمه، انا وفرت له ده، لكن طلعته شخص غير فاعل في المجتمع. خصوصا هو بعد كده بعد عمر طويل هو هيواجه الحياه بمفرده، هيواجه الحياه بصعوباتها ايا كان بقى، مفروض ان هو يعني يا قادر يواجه الحياه يا مش هيقدر بما احنا اعطيناه ليه من اسلحه عشان يقدر يتعامل مع الحياه. طيب، من الحاجات اللي ممكن بتحصل لاولادنا احيانا واحنا بناخدها يعني على عاتقنا بشكل كبير قوي، لما ابني او بنتي ما يجيبوش الدرجه الكبيره، او يعني امتحانات ما يقدروش يحققوا درجه النجاح لسبب ما، درس كويس اي كان، ازاي نقدر نحول اللحظه دي اللي هي لحظه عدم النجاح عند اولادنا لبدايه نجاح؟ هنا بقى في حاجه مهمه قوي. لما يجي ابني انا عايزه اشجعه على التفوق، وعايزه اشجعه ان هو يكون متميز، اكبر خطا ممكن اي ام تقع فيه هو ان انا اجي امسك ابني دوت بدل ما اشجعه، لا اقعد الومه طول الوقت، اقعد طول الوقت اقول له انت فاشل، شوف زمايلك، شوف المقارنات ديت. انا هنا بدل ما حولت الفشل ده لنجاح هعمل له مزيد من الاخفاقات. تسمحي لي حضرتك، هنخرج لفاصل قصير ونرجع نواصل حلقتنا النهارده وزينه.
إن تدريب الأبناء على الاعتماد على النفس ومواجهة التحديات هي من أهم واجبات الأسرة، حتى ينمو أولادنا متحملين مسؤولية أنفسهم التحمل الكافي والاعتماد على أنفسهم الاعتماد الواجب، ويعرفون كيف يواجهون التحديات والصعاب والمشاكل التي قد تقابلهم في الحياة. نعلمهم سلوكيات، نعلمهم أخلاقيات، نعلمهم إزاي إن هم يتعاملوا مع الناس، إزاي إن هم يتعاملوا مع المجتمع، إزاي إن هم يعتمدوا على نفسهم، إزاي إن هم يحسوا إن هم ليهم شخصية، بإن أنا يعني ما نهروش، ما تدروش كده يعني حاجة تخوفه، لا بالعكس إن أنا أسمع له وإن أنا يعني أحل له مشاكله وإن أنا أخليه يعتمد على نفسه في حل مشاكله ويحس ان هو يعني له قيمه في المجتمع. الوالد والوالده طبعا لهم دور وتاثير كبير جدا على الطفل من وقت ما بيتولد لحد ما بيكبر، تمام؟ فمنهم احنا عندنا انا كشخص والدي رباني على ان انا اتحمل ظروف الحياه وان انا اقدر اقف على رجلي وان انا اعتمد على نفسي واواكب ظروف الحياه وتطوراتها وافهم المواضيع عن قرب وعن بعد والم بالمواضيع كلها ككل، ازاي اقدر ان انا اواجه ظرف معين اتحطيت فيه. انا مشفق على الاجيال اللي طالعه دي، لان بصراحه ربنا احنا مش عارفين نعلم الولاد، مش عارفين نديهم قيم، مش عارفين نديهم بسبب الشارع، مش عارفين نديهم قيم بسبب السوشيال ميديا. يتحلوا بالصبر، يكونوا اخلاقهم كويسه، يخليهم مع ربنا، يذاكروا كويس، يهتموا بحياتهم، يبصوا لقدام، يكونوا متارجتين حاجه في حياتهم عشان خاطر ربنا يكرمهم ويشتغلوا عليها، بس اهم حاجه ان هم يشتغلوا بجد وربنا يوفقهم ان شاء الله. علينا ان نعطي لابنائنا اكثر مما نعطي للمحمول من اوقاتنا، علينا ان نوجههم توجيهات السليمه الراقيه، كيف يكون حقوق الاب والام، وكيف يكون حقوق الاعمام والاخوال، كذلك حق المدرس، المحافظة على كل ذلك أمر الإسلام بها فهي جزء من ديننا، لذلك علينا أن نربي أبناءنا تربية سليمة راقية لكي يكونوا أبناء نافعين لمجتمعهم ولزويهم للقريب وللبعيد، وبالله التوفيق. إذا أردت أن يعتمد ابنك على نفسه ويواجه التحديات، فجرب أن تعتمد عليه حتى تعلمه الاعتماد على نفسه. إذا كنت أنت أصلاً لا تعتمد عليه في شيء، فكيف إذن سيتسنى له تعلم الاعتماد على نفسه؟ فالمشكلة الأساسية التي تعترض طريق تعليم الأبناء الاعتماد على النفس هي أن الآباء أنفسهم، خصوصاً بعض الأمهات، هن اللاتي لا يستطعن أن يفطنوا أنفسهم عن التدخل في شؤون أولادهم، وذلك بسبب أبنائهم أو بقصد حمايتهم، ولكن قد يعوق طريقهم في الاعتماد على النفس. فيجب أن يكون الحب حبا بناء، وأن تكون الحماية هي حماية غير مؤذية لأبنائنا حتى يستطيعوا أن يواجهوا تحديات الحياة. أعزائي المشاهدين، بنواصل مع حضراتكم حلقتنا النهارده وبنتكلم عن التحدي والإصرار، ازاي نعلمه لأولادنا لمواجهة صعوبات الحياة. وبجد الترحيب بضيفتي الكريمة الأستاذة مروة، أهلا بحضرتك معانا مرة أخرى. ازاي فعلا إن احنا نحقق لما يكون ولادنا حصل أي عسرة في حياتهم نحققها الخطوة الجديدة في النجاح؟ احنا ممكن باختصار نقول إن احنا نخلي الإخفاق دوت درس لينا نتعلم منه فيما بعد. يعني لازم على الام ان هي تبدا تشوف ابني المواد، ممكن نقسمها كده، ايه المواد اللي هو ناجح فيها، ايه المواد اللي عنده فيها نقاط ضعف، وهذه المواد اللي فيها نقاط ضعف ممكن ابدا ادرس. مثلا لو كان المواد اللي هي اللي فيها حفظ زي تاريخ زي الجغرافيا زي ابني مش مميز فيها، بدل ما افضل الومه احاول احببه فيها، اعمل من التاريخ ستوري قصه حلوه
اخليه بدل ما الماده ما كانت حفظه هو ما بيعرفش يحفظ، تبقى حاجه قصه جميله لطيفه ممكن تفضل ركزه في ذهنه، اخده اماكن يتفرج على، لو بدرس تاريخ مصر القديمه مثلا اخليه يروح الاماكن دي توريه يشوفها تركز في ذهنه، لو عنده مشكله في المواد الحسابيه احولها لالعاب. ممكن المقارنات اللي احنا بنعملها احيانا بسيطة. المقارنات اللي بنعملها احيانا ما بين ولادنا وما بين اخواتهم، يعني الاخوات مع بعض ما بيننا وبين القرايب، وده شوف اشطر منك وده احلى منك وده واشطر منك واحلى منك كده، يعني ده ياثر على اولادنا في ايه؟ لا انا هنا بدمر شخصيته، لان الطفل في الحقيقه بدل ما يتحول لشخصيه خلاص عايز يتميز وعايز يبقى شخصيه مستقله بحد ذاتها وممكن يتحدي الصعوبات، انا مهما ما عملت من اخويا او اختي او ابن خالتي واتيفر اللي بيقارنوه بيه، هو دايما في نظرهم المتفوق. اولا هخلق نوع من الضغينه كده ما بين الاطفال بينهم وبين بعضهم من هم صغيرين. ثانيا بدل ما هحول الاخفاق لنجاح حولته لمزيد من الاخفاقات المتتاليه. فانا بحذر، يا ريت يا جماعه احذر المقارنات نهائي، بدل ما اقعد اقارن لا انا اشوف نقط الضعف اللي عند ابني ولا بنتي والعب بقى عليهم احسنهم. عارفه انا عايزه اقول لحضرتك على حاجه بمناسبه التحدي. امبارح انا كنت بقرا حاجه لطيفه جدا عجبتني، كان في نظام منهج اسمه منهج مونتسوري. المنهج ده اللي عملته هي طبيبه ايطاليه كانت شغالة ومربية، يعني شغالة على الأطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة اللي عندهم إعاقات ذهنية. ولاحظت حاجة مهمة جدا، بتقول منهجها قايم إن الإعاقة ليست إعاقة طبية، بل هي إعاقة في الأساس إعاقة في تربوية. ومن هنا هي جابت الأطفال دول وعملت لهم مدرسة ربطهم ازاي انا اثق في نفسي، ازاي ادعم روحي ان انا اتحدى كل الصعاب. الاعجب بقى ان هي لما قعدت الاطفال اللي هم المفروض معاقين ذهنيا لكن قوتهم وعلمتهم اصول التحدي، قعدتهم مع اطفال اسوياء، تخيلي تفوقوا على الاطفال الاسوياء دول بالظبط، لان هي البيئه اللي هم قدروا او يعودوهم ان هم يعتمدوا على نفسهم وان هم يقدروا يغلبوا اي صعاب موجوده في حياتهم. للاسف وقت فقرتنا انتهى. انا بشكر ضيفتي الكريمه في هذه الفقره الدكتور الاستاذه مروه لطفي الكاتبه الصحفيه، بشكر حضرتك وبتمنى لك التوفيق ان شاء الله. اعزائي